معقول إيه هو اسم الأغنية الجديدة اللي أطلقها الفنان اللبناني ربيع بارود وعم تتابعوها بشكل متواصل عبر أغاني أغاني؟ معقول تحني عغيابي وتجني تحبيني تكوني كل الدنيا من جديد؟ معقول نرجع إرجع صوتك اسمع؟ الزميل ألان صالح التقى بربيع بارود اللي حدثنا عن سعادته بالأصداء الإيجابية للأغنية. ربيع بارود مبروك. معقول يقدم مبسوط فيها؟ معقولة ما انبسط فيها؟ أكيد مبسوط، ومبسوط هيك إنه الناس عم ترددها والأرقام على السوشيال ميديا حلوة. وقال ربيع إنه أغنية معقولة بتشبه أغنية يا حب اللي قدمها ببدايته ووزعها نيكولا شبلي أيضاً، وإنه هيدا ستايل اللي بيحبه ورح يرجع يواظب على تقديمه. تروح رح ترجع إلي يا عيوني لا ما تسألي وحده الهوى. هيدي كانت بتشبه أول غنية قدمتها ببداياتي اللي غنية يا حب، تقريباً هيدا الستيل الروك بالتوزيع. كمان وزعتها مع نيكولا شبلي اللي هو وزع لي هالغنية. أول شيء خليني أذكر هي كلمات وألحان جويس عطلة وتوزيع نيكولا شبلي، فأكيد هذا الستايل اللي هو أنا بحبه والقريب على قلبي ورح يضل يقطع هيك أشياء أكيد. ربيع أيضاً حدثنا عن كواليس تصوير هالأغنية تحت إدارة المخرج نور طرباي. أول شيء الكليب من إخراج نور طرباي، بدي أوجه لها تحية. والكليب مثل ما حكيت سيمبل، كان معنا دانسر عم تعمل كوريوغرافي للكليب، وأنا لابس هيك مثل السيل الغنية اللي هي روك، فجو الغنية جيتار إلكتريك مع جلد وهيك، فمثل ما بيكون الروك باند ومعي أكيد الباند الروك. وعلى هامش اللقاء ربيع كشف عن تحضيره لعدة أغاني رح يطرحها قريبا، وكمان في كذا غنية هلأ على الطريق، مش ضروري يكونوا نفس الستايل، بس يعني هلأ في بوعد مشاهدين أنه في كتير أغاني برا بعضهم رح ينزلوا قريبا. ربيع حدثنا عن غنائه للروك بأغنية معقولة بعد ما كان قدم عدد من الأغاني الميالة للون الكلاسيكي بالفترة الأخيرة. ليك هلأ بالآخر أنا شو بشخصيتي بحفلاتي وبهيك، يعني دايما اللوك أكيد مهم بالشغل بالحفلات، بس أنه مش ضروري واحد يروح إكستريم، بس إذا الغنية بتحمل، يعني مثل ما مثلا هاي الغنية معقولة هي فيها توزيع روك، فكان الجو انه حلو نلبس شيء جلد مع هيك مثل ما طلعنا بالكليب، فاي ما عندي مشكل، خاصه بالميوزك فيديو حلو واحد يروح فيه للاخر. المعود عليك بالكليبات بشوفك دائما كلاسيك اكثر من الروك، يمكن صدمتهم اليوم بهذا الكليب بهذا اللوك. بليك مثل ما قلت لك، يعني الكليب بالاخر نحن كيف الممثل عم بيمثل حيالله مثل نقول فكرة أو كاركتير جديد. حلو الكليب إذا أنت عم تلعب دور معين، أنا كنت عم بلعب دور مغني روك اللي هي الغنية، فهذا أكيد هذا الشيء، وأنا بالعكس ما عندي مشكلة بالموضوع أبدا. ورجعت لبست مبارات الكليب للتياب؟ نفسهم لا، بس الستايل شوي حبيته لبق لي، قالوا لي لبق لك، فممكن هيك يكون بشي حفلة مثلا يقطع هيك شيء، إذا كانت شوي حفلة شبابية أكيد أكيد. بقول لك وين صافي في الهارلي تبعي. ما هيك؟ على فكرة الكليب الجديد فيه شيء هيك شوي قريب، فيه تاتش صغيرة قريبة. واعتبر ربيع إنه في بعض الأغاني ما بينتشروا أول ما ينزلوا، إنما بعد فترة، مثل غنية عفوقة. عفوقة هيدا مش قمر فوقة، هيدا خيالة صدقني مارق بالسما مرقة. مرات في أغاني ما بتضرب دغري، بتاخد شهرين وثلاثة، وأنا بأغاني اللي سبقت كتار من الأغاني اللي عملوا كتير هيت ما ضربوا دغري، ضربوا بعد شهرين وبعد ثلاثة وبعد أربع مرات. يعني حتى مثلا غنية عفوقة اللي عملت نجاح كبير بعدها لليوم عم تلعب بالكلابس، أول شهرين ثلاثة العالم يمكن ما استوعبتها أو أنه كان في عجقة أغاني، بترجع بعد فترة بتصير تسمعها بالسيارات، تسمعها بالكلابس وهيك، فبحس ما فينا نحكم على الغنية من أول يعني شهر أو شهرين. وتحدث بارود عن الوقت المناسب اللي لازم الفنان يطرح فيه غنيته. يعني برأيك ما في وقت محدد لفنان ينزل غنية، يعني حيلا وقت هو شو وقت مناسب لواحد يطرح غنية؟ أكيد في أوقات معينة، في مثلا بالشتوية يمكن بيكون المود الرومانتك بيلبق له أكتر، أو بالصيفية تكون شوي أغاني رئيسة أكتر، ومرات بيكون في عجقة مثل ما حكينا، فيمكن أيام العجقة بالعكس بتساعد انه العالم بيمود اغاني، ومرات تنزل غنيه لحالك بتتميز. فصدقني ما حدا بيعرف شو السر الغنيه الناجحه، ولا امتين التايمينج، التوفيق هيك بيكون من عند الله، بس بدها تضرب الغنيه. وبعيدا عن الفن، تحدث ربيع عن اتباعه نظام غذائي وممارسته للرياضه دايما. اليوم بعيدا عن الفن، عم نشوفك مركز اكثر بالدايت بلان تبعك غير الميوزك بلان، يعني تحت الهواء
سكر ما قبلت تاكل يعني لوح شوكولا قطعه شوكولا ما خبرني شوي عن هيدا الناحيه اللي يمكن الناس ما بتعرفها عن ربيع. ليك هلا بعيدا عن الفن بس اكيد الفن بيتطلب انك تكون دائما ان شيب وتهتم بشكلك وبلبسك وبكل هالتفاصيل، بس اليوم صحيا واحد لازم، انا اصلا كل يوم بروح على الجيم الصبح يعني، والجيم بخليك تنتبه لاكلك بتعرف شو تاكل، يعني خبز كتير قليل، سكر من فتره وقفته كومبليتلي بس مرق شوي يعني اذا بدي مرق بيكون كتير شيء صغير وقليل، فهذا واحد انه لايف ستايل بطل انه لانه بغني او بس فتره معينه، خلص هيك فور لايف واحد بيهتم بصحته وبيهتم بشكله واكيد هيدي نصيحه للكل يعني، يعني اغلى شيء الانسان بيملكه هو صحته فلازم واحد يهتم بهالشغله. اما عن بنته فقال انها غنت له اغنيه معقول اللي حفظتها بشكل سريع. كل ما نشوفك مثلك عن بنتك خبرنا كيفها. بتجنن بتجنن بنتي اكيد، و يعني صار لي فتره مغيبه شوي عن السوشيال ميديا بس انه من وقت للتاني هيك غنت لي معقول على فكره، اول ما نزلت الاغنيه حفظتها بلا نزلت لها ريسنتلي صح؟ دغري حفظتها ولا اخذت معها وقت؟ كم مره سمعتها اياها؟ بقول لك شغله انا ماريا عن جد عن جد، مرات بتفاجئ بكون في اغنيه ما نزلت بعد وحتى بالبيت ما سمعتها، ما بعرف كيف بكون شي مره مرقت على التليفون، بتحفظ بشكل فظيع يعني، ولا مره انا بقول لها مثلا انه اعطيني رايك بالاغنيه لانه اصلا الولد بده يحضر دائما القصص اللي هو بحبها، لحالها حفظتها ولحالها عم ترددها. وعندها دينه موسيقيه؟ اكيد كثير. عم يبر تطلع بيانو بالبيت وجيتار وعود ومن جميعه. وهل بيدعم ربيع بنته اذا قررت تدخل مجال الفن؟ ماريا معقوله عم تدق بيانو؟ معقوله؟ ليك موضوع الـ 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 الفن ما بعرف هلا بعد 10 سنين وين حنصير، بس انه انا اجمالا ما بقول لا لبنتي على شيء عرفت، بس اكيد دراستها بالدرجه الاولى بعدنا صغيره هلا عم نحكي، بس انه حتى هلا عم تتعلم ناتاسيون بتتعلم جيمناستيك بتتعلم، ما بجبرها على شيء، حتى موسيقى ما بدها هي تنقل بدها اياه، بعدين هي شو بتختار انا اكيد فول سبورت. وتحدث ربيع بارود عن الحفلات اللي رح يحييها بلبنان وعن الاعراس وعن جولته بعده دول. صيفيه ببدايتها خبرني شوي عن الجوله اللي عندك اياها، بلش يبين معك شو في حفلات شو في مهرجانات رح تكون متواجد فيها. بلبنان في كثير مهرجانات حكيوا معنا تواصلوا معنا قريبا يعني ببين كل المهرجانات رح يكون باكثر من 4-5 مهرجانات بالصيفيه بلبنان، اعراس عندي كثير بلبنان. وعندي هلا جوله اوروبيه واكثريته في كمان في عندي اعراس كثير كبيره عندي بفيينا بفرنسا بهامبورغ بالمانيا بهولندا يعني برمي مثل العاده. فصيفية كثير ناشطه واكيد كل الاشياء الجديده بنزلها، وعندي بماربيا كمان حفل كبير بشهر 7، فكل شيء عم تشوفوه عندي على الانستغرام وعلى فيسبوك اكيد. غيري انا او بعد حب عايش بقلبك مثلي أنا، أيامك عادي أو بتحن زيادة، لماضي كان حلو بينا